السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم المحددات وقاعدة كرامر من ريض 152 للمستوى الأول. نبدأ بأهدافنا للدرس. هدفنا الأول أن نوجد قيمة المحدد من الرتبة الثانية. الهدف الثاني أن نوجد قيمة المحدد من الرتبة الثالثة باستعمال قاعدة الأقطار. أما الهدف الثالث فأن نوجد مساحة سطح المثلث باستعمال المحددات. نبدأ بالهدف الأول وملاحظات مهمة. المحددات: كل مصفوفة مربعة لها محدد ويسمى محدد المصفوفة من الرتبة 2 في 2 بمحدد من الرتبة الثانية. ماذا يعني محدد من الرتبة الثانية؟ هو قيمة محدد من الرتبة الثانية يساوي حاصل ضرب عنصري القطر الرئيسي مطروحا منه حاصل ضرب عنصري القطر الآخر. نراه بالرموز ليكون أوضح. فلدينا هذه محددة، نلاحظ الأقواس أنها خط مستقيم وعكس المصفوفة. المصفوفة كانت لدينا أقواس مختلفة، هذه خطوط مستقيمة. فنقول A في D ناقص C في B، وهكذا نكتبها. المحددة لها قيمة معينة، المحددة لها قيمة معينة، فنلاحظ أن ناتج المحددة يساوي رقم. ننتقل إلى الهدف وسؤال عليه: أوجدي ناتج كل محدد مما يأتي. نلاحظ المحدد الأول، لنوجد ناتجه نقول 8 في 7 ناقص 5 في 6 فيصبح 56 ناقص 30 فيساوي 26. نرى مثال آخر، أيضا لدينا محدد من الرتبة الثانية، فنقول سالب 6 في 10 و8 في سالب 6 بينهما إشارة طرح فيساوي سالب 60 زائد 48 فيكون الناتج سالب 12. أما الآن فننتقل إلى هدفنا الثاني. الهدف يقول أن نوجد قيمة المحدد من الرتبة الثالثة باستعمال قاعدة الأقطار. نرى ما هي الخطوات لحل هذا السؤال. أول شيء لدينا محدد من الرتبة الثالثة معناه 3 في 3. الخطوة الأولى نعيد كتابة العمود الأول والثاني إلى يمين المحدد، فهذه المحددة نعيد صياغة العمودين هذان إلى هنا فنصبح هكذا. الآن نأخذ الخطوة الثانية، أوجد حاصل ضرب عناصر الأقطار ومواازياتها. فنأخذ نفس الخطوة الأولى المحددة من الخطوة الأولى بالإضافة العمود الأول والثاني، نرسم الأقطار. هذا القطر الأول فنقول 3 في 2 في 4 فيصبح 24. القطر الثاني سالب 2 في سالب 5 في سالب 3 فيصبح سالب 30. أما القطر الثالث فنقول 2 في سالب 4 في 1 فيصبح سالب 8. بنفس الطريقة نكتب المحددة مرة أخرى، ولكن نأخذ الأقطار من الجهة الثانية فيصبح القطر الأول هكذا. فنقول سالب 3 في 2 في 2 فيصبح سالب 12. 1 في سالب 5 في 3 فيكون الناتج سالب 15. أما القطر الثالث فهو 4 في سالب 4 في سالب 2 فيصبح 32. أما الخطوة الثالثة فيجب أن نجمع نواتج الضرب من كل مجموعة، هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية. في المجموع الأول نقول 24 زائد سالب 30 زائد سالب 8 فيصبح الناتج سالب 14. أما المجموع الثاني فبنفس الطريقة فنقول سالب 12 زائد سالب 15 زائد 32 فيكون الناتج 5. في الخطوة الأخيرة وهي الخطوة الرابعة نطرح المجموع الثاني من المجموع الأول فنقول سالب 14 المجموع الأول ناقص المجموع الثاني فيصبح الناتج سالب 19. فهكذا أوجدنا قيمة المحدد من الرتبة الثالثة. ننتقل
الآن إلى الهدف الثالث، وهو أن نوجد مساحة سطح المثلث باستعمال المحددات. ماذا يجب أن نعرف؟ في المثلث هناك ثلاث رؤوس، فلدينا فرضاً هذه الثلاث رؤوس، ونريد إيجاد قيمة المحدد لسطح المثلث، فنقول محدد الـ A فيساوي نصف في، نرى هنا أننا وضعنا النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، ونقصد فيها الرؤوس. أما في العمود الثالث فنضع واحد في جميع العناصر في العمود الثالث، وبما أنها محددة من الرتبة الثالثة فنحلها بقاعدة الأقطار. يقول السؤال: يقف خالد وسعد ورضوان عند ثلاث نقاط مختلفة على خريطة المدينة التي يسكنونها، إذا كانت إحداثيات هذه النقاط 3, 15, 6, 4, 11 و9، بحيث تمثل كل وحدة على الخريطة نصف كيلو متر، فما مساحة المنطقة المثلثة الشكل التي يقفون عند رؤوسها؟ ماذا نستفيد من هذا السؤال؟ في البداية ثلاثة رؤوس فنسميها، قال مساحة المنطقة المثلثة الشكل، فأقول محدد الـ A يساوي نص في القانون، نعوض بالرؤوس التي لدينا فنقول 3, 15, 6, 4, 11, 9، ونضع في العمود الثالث 1. كيف نوجد ناتج هذه المحددة؟ بقاعدة الأقطار، وقلنا أن الخطوة الأولى نضع العمود الأول والثاني، نكررهما، ثم نوجد الأقطار. لدينا قطر أول، ثاني، ثالث، 3 في 4 = 12، و5 في 1 = 11 يساوي 165، 1 في 6 = 9 = 54. نجمعهم لنوجد المجموع الأول فيكون 231. نكرر نفس العملية بالأقطار بالجهة المعاكسة، نحدد المحددة ثم نضع القطرين مرة أخرى وهذه الأقطار من الجهة الأخرى، فنقول 11 في 4 في 1 فيصبح 44، 9 في 1 في 3 = 27، 1 في 6 = 15 = 90، فيكون الناتج المجموع 161، وهو المجموع الثاني. ماذا نفعل بهما؟ نطرحهما من بعض، فنقول المساحة تساوي نص 231 ناقص 161 فيصبح الناتج 35. لكن لدينا نقطة مهمة في السؤال، وهي لنوجد المساحة يقول تمثل كل وحدة على الخريطة نصف كيلو متر، فماذا نفعل؟ نقول 35 التي حصلنا عليها قبل قليل في نصف، وهي القيمة هنا تربيع، تساوي 8.75 كيلو متر لكل تربيع. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.